السؤال الأخير للدور النهائي، ولأنتم كذلك أعزائي المشاهدين تحبوا تشاركوا هذه المسابقة، رقم هاتف 1-0-21-020-0-21-020 من خط نجمة أو من جهاز فيكس. سؤال كان على منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الأفاو، مش نعرفوا وين جاية الأفاو هذه. اقتراحات: روما، جنيف، نيويورك، واشنطن، برلين ولندن. تقسمت والمبلغ الأكبر حطيته على روما. درت مليح يا ترى ولا لا؟ واش تقول فيها؟ عندي أنا أوبريسيب نقسمه على أربعة داخلو جنيف. واش تقول فيها يا عبد الوهاب؟ إيه نقسمه أوبريسيب على كات من شعر على أربعة. أنت إيه حبيت تضمن أكثر؟ إيه تضمن خير من زوج على ستة فيها الشك بزاف. كنت ضغط الضغط وتاخذ مكانه وتلعب وتقدر تديرها. والإجابة الصحيحة هي روما. إذن برافو عليك. تفضلوا. عمر يا خويا لعبت هايل هايل، واش تقول؟ راك فرحان؟ بيان سور. شوف فيك راك مازال العلامة. مليون دينار جزائري هاك لعبت مليح ولا عبد الله؟ شفت لعب مليح يا اخي. شفت انت قلت نقسم على اربعه غير اوبريسيون نقسم على اربعه على ثلاثه وحط مبلغ لا باس به على الاجابه الصحيحه. الحمد لله الحمد لله. نشوفوا شاك شاك تاع مليون دينار جزائري لاخونا عمر. الله يحفظك. هاوليك هاوليك شاك. اذا صحيتي تفضل. ميرسي. صحيح سلمي. اذا واش تقول يا عمر؟ واش راح دير بالمبلغ هذا مثلا؟ نذكر المتفرجين اللي ما شافوناش من قبل اللي انت راك بدون عمل. بدون عمل. واش دير بالمبلغ هذا؟ ان شاء الله باغي نكمل قرايه ان شاء الله. ان شاء الله يا خويا ان شاء الله. ندير ماجستير ان شاء الله ومن بعد دكتوراه ان شاء الله تاعي. وانت انت عندك كي نقولوا بدون عمل تقريت واش عندك؟ قريت عندي انجينيور اون بيولوجي. عندك انجينيورة وان شاء الله تبقى خدمه وتعرف كيف تستعمل هذا المبلغ مليح تستفيد شاء الله. تستفيد منه ان شاء الله. عندك كلمه اخيره تقولها؟ نسلم على الجماعه كاع تاع وهران لافاميل الحاجه تاعنا الشيباني تاعي خوتي كاع جماعه المنيعه تاع سعيده البيض تيارت ولات الجزائر كامله كاع الجزائر. هذه سلامي للوالدين الله يحفظهم وخوتي وخواتاتي وناس البيض كاع. على كل حال انت ما كملتش المهمه تاعك دينا. قلنا اول خطوه تاع منشط هنا فوق البلاطو راح تجي معايا تكمل الحصه معايا. اروح اروح معايا معكم. ها نشجعوه هو منشط اليوم عمر عمر المنشط عمر. اذا هاي لك الكاميرا. شوف الكاميرا واش تقول. الا بغيتوا تربحوا مبلغ كبير معنا اتصلوا الرقم هو 0-801-20-020-020 من جهاز فيكس أو من موبايل موبايل خط نجمة. نجمة بالطبع نجمة. إذا نشوفوا هذا منشط اللي حبيتوا يكون معكم في التلفزة تقدروا. هاو شوف الله يبارك شعر عنده شعر. أعزائي المشاهدين إذا نتلقوا عن قريب في حصة أخرى إن شاء الله.